قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فقوله عز وجل ألم، الهمزة هنا للاستفهام. قوله عز وجل يؤمنون بالجبت، ما هو الجبت؟ هو تعريف لكلمة أو لشيء واحد، أم أن هناك أشياء تندرج تحت هذا الجبت؟ بعض المفسرين ماذا قال؟ قال إن الجبت هو السحر، وبعضهم قال هو الشيطان، وبعضهم قال هو الصنم، وبعضهم قال هو الساحر، وبعضهم قال هو الكاهن. فالجبت اسم يدخل تحته أنواع كالسحر والكهانة والشيطنة وسائر ما ذكره المفسرون تحت هذه الكلمة. فما ذكروه رحمهم الله إنما هو من باب تفسير الآية بالمثال، وتفسير الآية بالمثال لا يعني الحصر، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، إذ جعل مثل هذه التفاسير، بل قال إن غالب اختلاف المفسرين إنما هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد.